انا كشاب جزائري نتمنى ان شاء الله التغيير ويعطيو فرصه للشباب خاصه الكفاءه اللي نمنوا بهم كاصدقائنا ونتمناو خاصه للمناطق التنميه المحليه لمناطق الظل ان شاء الله. اليوم انا جيت نفوطي الناس المخلصين وربي نجح الناس المخلصين اللي يخدموا على البلاد، ونتمنى للراجل المناسب في المكان المناسب، ونتمنى الخير للبلاد، ونشكركم انتم على المجهودات التي بذلتموها.